السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة الخامسة من التعليم الإلكتروني بتاريخ 27/3/2020. المرحلة الثانية برمجة الحاسوب الثاني قسم هندسة تقنيات الحاسوب كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة. وهذه المحاضرة تعتبر تكملة للمحاضرات السابقة، المحاضرات الإلكترونية والمحاضرات التقليدية. بهذه المحاضرة نريد نكتب برنامج وفق المتطلبات اللي موجودة قدامنا، انه الطالب يدخل معدله للبرنامج اذا كان معدله بالستين او بالسبعين او بالثمانين او بالتسعين، وبالنتيجة النهائية انه البرنامج يطبع له الاسسمنت التقدير لهذا الطالب. A program to display the assessment of entered mark. يعني المطلوب من عندنا انه ندخل قيمة واحدة او درجة واحدة اللي هي راح تعتبر معدل الطالب، وبنفس الوقت البرنامج يطبع لنا الاسسمنت اليه. خلينا نشوف المتطلبات لهذا البرنامج. Write a complete C++ program using object oriented programming technique. يعني اكتب برنامج كامل بلغة السي بلس بلس واستخدم تقنية الـ object oriented programming technique to define a class called average. انه نعرف كلاس ونعطيه اسم average represented by one private data member. احنا المحاضرة الفاتت اشرنا الى نقطة مهمة، انه عندي اثنين access specifier، الاول اللي هو البرايفت والثاني اللي هو البابليك. data member اشرنا الها اللي هي المتغيرات اللي راح يكون اسمها data member، اما الممبر فانكشن فهي الدوال، وان برايفت داتا ممبر انه يكون عندي متغير واحد بالبرايفت، وهذا المتغير شرط اجباري ان يكون اسمه اي بي جي من نوع فلوت. احنا حكينا سابقا على انواع الداتا تايب اللي موجوده عندنا، اللي هي الانتجر والفلوت واللونج والدبل والكاركتر والبوليان الى اخره. فبهذا البرنامج مطلوب ان يكون معدل الطالب كقيمه يكون بالفلوت. وراها provide two public member function، زود الكلاس دوال اثنين يكون مكانها بالpublic، لان هو ده يقول two public member function، يعني دوال اثنين مكانها يكون بالpublic كaccess specifier. first function to initialize the data member، الدالة الاولى وظيفتها توصل قيم الى متغيرات الكلاس، واحنا في هذا البرنامج عندنا فقط متغير واحد، اذا راح نحتاج ان نوصل قيمة واحدة. And second function to compare the entered mark if fail pass middle good very good or excellent. والدالة الثانية راح تكون وظيفتها انه يقارن هذه القيمة المدخلة مع هذه المعطيات ويطبع لي الاسسمنت. And display the assessment for entered mark ويطبع لي الاسسمنت للطالب. زين، في هذا البرنامج انه عندي اول سطرين كتبت المكاتب اللي احتاجها في لغة السي بلس بلس، واحتاج الى مكتبتين الايو ستريم اللي راح نستخدمها مثل ما ذكرنا سابقا في موضوع الانبوت والاوتبوت وكل العمليات الاساسية، اما المكتبة الثانية اللي اسمها الاس تي دي ال اي بي، وهذه المكتبة راح نستخدمها فقط كود واحد اللي هو السيستم بوز، وهذا السيستم بوز وظيفته انه يسوي فريز للشاشة، يوقف الشاشة ان دائما شاشة المخرجات تطلع اجزاء من الثانية تختفي، فنحتاج ان نسوي لها فريز على مود نشوف النتائج اللي موجودة قدامنا. كلاس قال لي بالسؤال انه نعرف كلاس ونعطيه اسم افريج، فاجينا عرفنا الكلاس اسم افريج. اذكر بنقطة كلش مهمة، سواء اسم كلاس او اسم متغير او اسم دالة، ثلاثتهم يعتبرون ايدنتيفاير المعرفات، وهذه المعرفات معناها انه نعطيهم اي اسم نريد، بس شرط انه يخضعوا للقواعد الاربعة. القواعد الاربعة انه ما يكون من الكلمات المحجوزة الاسم، اثنين ما يبدي برقم، ثلاثة ماكو اي سبيس، اربعة ما مسموح لي باستخدام اي رمز، فقط الاندرسكور. اكيد ككلاس راح يكون الى بيجين، وبنفس الوقت راح يكون الى اند، والاد مالته دائما تكون فيها سيمي كولون. هذا الكلاس عندي اثنين اكسس سبيسيفاير، اللي هو البرايفت والثاني اللي هو البابليك. طلب من عندي انه اعرف متغير واحد بالبرايفت، فعرفت المتغير اللي اسمه اي بي جي والنوع مالته فلوت مثل ما مطلوب من ضمن متطلبات السؤال.
وراها راد من عندي دوالتين، يعني الدالة الأولى كانت وظيفتها توصل قيم إلى متغيرات الكلاس، فهذه الدالة أعطيتها اسم سيت داتا أو اسم كان، بس على شرط إنه يخضع للقواعد الأربعة، وأكيد راح يكون النوع مالتها فويد، لأن هذه الدالة دائما تكون وظيفتها إيصال القيم إلى متغيرات الكلاس، يعني توصل قيم بس ما ترجع شيء، فدائما تكون من النوع فويد. اما عدد البراميتر فبيها باراميتر واحد لسبب واحد، انه انا عندي متغير واحد في الكلاس، ولو كان عندي اكثر من متغيرات، اكثر من متغير 2 3 4 فراح احتاج الى باراميتر 2 3 4، واكيد كدالة لها بيجن ولها اند. اما وظيفتها اي بي جي يساوي لي الاي، وحكينا سابقا انه هذه العلامة تعتبر اساينمنت، معناها الطرف الايمن اللي هو الاي راح ينطي قيمته للطرف الايسر اللي هو الاي بي جي. فإذا كانت القيمة المرسلة خلينا نقول مثلا 65، فهذه 65 راح تروح للطرف الأيسر اللي هو الـ ABG، فبالنتيجة النهائية راح تكون قيمة المتغير الـ ABG اللي هي 65. الدالة الثانية اللي راح تقوم بهذه وظيفة المقارنة أنطيتها اسم مارك من النوع void، لأن راح نستخدمها فقط إنه تقارن وتطبع، فما راح ترجع شيء إلى الدالة الرئيسية، فتكون من النوع void. أما أقواسها فارغة فما راح نحتاج شيء من الدالة الرئيسية، لأن المتغير اللي اسمه الـ ABG وصلت له قيمة، فبعد بقية الدوال ما راح نحتاج أن تكون أكو باراميتر داخل الأقواس. وهذه الدالة مثل ما تشوفون وظيفتها محصورة بين الـ begin وبين الـ end. أكو شغلة كلش مهمة، أنا إذا أريد أدخل قيمة معينة، وهذه القيمة تعتبر هي معدل الطالب، ومثل ما نعرف أن المعدلات محصورة بين الصفر إلى المية، إذا أدخلنا قيمة أصغر من الصفر فراح تعتبر مو قيمة صحيحة، وإذا أدخلنا قيمة أكثر من 100 نفس الحالة راح تعتبر قيمة مو صحيحة. فلهذا السبب إنه لازم أبني البرنامج أو أنشئ برنامج وأخلي بيه الشروط، هذه الشروط تشمل من الصفر إلى 100، وخارج الصفر والمية راح تعتبر القيم الغير مقبولة. إذا تتذكرون دائما نحكي في نقطة مهمة، إنه بالكنترول ستيتمنت عندي شغلتين، عندي اما سيلكشن ستيتمنت اللي هي الاف ايلس او السويتش، او عندي الاتريشن ستيتمنت اللي هي التكرار واللي يقصد بيها اللوب، وعندي بيها ثلاث حالات، اما الفور او الوايل او الدوايل. بالسيلكشن ستيتمنت انه تكون عندي مجموعه قرارات واختار قرار واحد من عندهم، فعلى سبيل المثال انه انا راح ادخل قيمه معينه وبالمقابل اريد يطبع لي الشرط اللي قابلها، فإذا أدخلت مثلا قيمة بالسبعين فالمفروض تطبع لي جود، إذا أدخلت قيمة بالتسعين تطبع لي اكسلنت، إذا أدخلت قيمة أقل من الخمسين تطبع لي فيل، فمعناها تكون عندي مجموعة قرارات ويختار قرار واحد، إذا الموضوع لازم يكون بيه سيلكشن ستيتمنت، بالسيلكشن ستيتمنت راح يكون عندي اف. النقطة الثانية والأهم، بما أنه عندي أكثر من شرط فإذا راح أحتاج إلى النيستد اف، الاف المتداخلة، يعني if else if else if else وهكذا. مجموع الشروط عندي راح يكون عندي شرط شرطين ثلاثة ست شروط، فإذا راح أحتاج إلى ستة if، ما يقابلها لازم يكون عندي ستة else. إذا نشوف هنا الشرط الأول، ال AVG إذا كانت أكبر أو يساوي صفر، وبنفس الوقت ال AVG أصغر أو يساوي يساوي أصغر الخمسين، فتعتبر الدرجة فيها. إذا أنا هسه الحالة الأولى حصلتها بين الصفر وبين الخمسين، الخمسين تعتبر ما داخلة، من الصفر إلى 49، من الصفر إلى 49 شو يطبع لي فيها. أهم نقطة بالموضوع إنه استخدمت الأند، والأند ضمن التروث تيبل لازم تكون الحالة الأولى ترو والحالة الثانية ترو، يلا ينفذ. يعني إذا كانت القيمة مثلا 70، خلينا نشوف 70، هل 70 أكبر من الصفر؟ ترو. وهل 70 أصغر من 50؟ فولس. بما أنه ترو فولس فإذا ما ينفذ، ما يطبع لي فيها. فلهذا السبب استخدمنا الأند وما استخدمنا الأور، لأن الأور إذا كان أحد الشروط ترو فمعناه ينفذ، ولهذا السبب استخدمنا الأند، والغاية من استخدامها أنه لازم الشرطين اللي على جهة اليسار والشرط الثاني اللي على جهة اليمين اثنيناتهم يكونون ترو، يلا ينفذ. فإذا كانت القيمة المدخلة أكبر من صفر وبنفس الوقت أصغر من 50 فمعناها راح يطبع لي فيل. الحالة الثانية، إذا كانت القيمة المدخلة أكبر من 50 وبنفس الوقت أصغر من 60 راح يطبع لي باس.
الحالة الثالثة إذا كانت القيمة المدخلة أكبر من 60 وبنفس الوقت أصغر من 70 راح يطبع لي ميدل، والحالة اللي وراها إذا كانت القيمة المدخلة أكبر من 70 وبنفس الوقت أصغر من 80 راح يطبع لي جود، والحالة قبل الأخيرة إذا كانت القيمة المدخلة أكبر من 80 وأصغر من 90 راح يطبع لي فيري جود، والحالة الأخيرة إذا كانت القيمة المدخلة أكبر من 90 وبنفس الوقت أصغر من 100 راح يطبع لي اكسلنت. آخر إيرس اللي هي مرتبطة بآخر إف، هذه الحالة راح أخلي بيها جملة طباعية اللي هي not allowed أو أي جملة أخرى، والغاية من عندها في حال إذا أدخلنا قيمة خارج هذا المجموع الدرجات راح يطبع لي not allowed. أهم شغلة بالموضوع إنه عدد الـ F عندي 6، فلازم يكون عدد الـ Else بنفس الوقت 6. هذه الدالة وظيفتها يقارن ويطبع بنفس الوقت. نجي للدالة الرئيسية اللي هذه الدالة أثناء التنفيذ الكومبايلر راح يبدأ الشغل من عدها. دالة المين راح تكون وظيفتها بين البيجين وبين الاند. هنا أنا عندي بالسطر الثالث نقطة كلش مهمة، انه انا داري ادخل فد قيمة معينة، اذا عندي عملية انبوت ادخال راح استخدم الامر اللي هو السي ان الخاص بالادخال، راح استخدم متغير مثلا راح اعطيه اسم اي، فاي قيمة راح ادخلها راح تروح الى المتغير اي. نقطة كلش مهمة، قبل ما استخدم المتغير لازم اكون معرفه، ولهذا السبب عرفت المتغير اللي اسمه اي من نوع float. قبل كل سي ان يفضل ان تكون اكو سي او جملة اضاحية على مود تعرف شنو المطلوب من عندنا، فخليت جملة اضاحية مكتوب بيها enter your average to get the assessment، ادخل معدلك لتعرف التقدير. السطر الرابع يعتبر اهم سطر في دالة المين. بهذا السطر انشأنا object، والobject اللي اسمه اي انشأناه من class average. عملية انشاء الاوبجكت انه اجي اكتب اسم الكلاس اللي هو الافرج، وراها اترك سبيس، وراها اختار اي اسم او اي حرف، بس على شرط انه يعتبر ايدنتيفاير، اذا يخضع للقواعد الاربعة. فهسه الاوبجكت مالتي اسمه اي هو اللي راح يستدعي الدوال اللي موجودة بالكلاس. واذكركم انه بالكلاس عندي دالتين، الدالة الاولى اللي اسمها سيديتا والدالة الثانية اللي اسمها المارك. اكيد نستدعي الدالة الاولى اللي اسمها سيديتا، لان لازم اول نقطة نوصل قيم الى المتغير اللي موجود بالكلاس، بعدين يلا نبدأ نقارن. عملية الاستدعاء راح تتم بالشكل التالي، انه الاوبجكت اللي اسمه اي دوت اسم الدالة، هذه تعتبر السنتاكس الخاص باللغة البرمجية، انه اجي اكتب الاوبجكت وراها دوت وراها اسم الدالة اللي اريد استدعيها، فاي دوت سيديتا وبين قوسين الاي، معناها انه الاوبجكت اي راح يروح للداله اللي اسمها السيت داتا اللي موجوده بالكلاس، وراح ياخذ ويا قيمه الاي اللي ادخلناها وراح ينطيها للاي دي جي. فاذا ادخلنا قيمه مثلا خلينا نقول 95، فمعناها الاوبجكت اي راح يروح للداله اللي اسمها السيت داتا وراح ياخذ القيمه ال 95 اللي هي موجوده بالاي. فنجي هسه للداله اللي اسمها السيت داتا، جينا للداله اللي اسمها السيت داتا، الاوبجكت جاب قيمة الاي اللي هي 95، ال 95 اللي موجودة بالاي انطيناها للاي في جي، بالنتيجة النهائية هذه المتغير اللي اسمه الاي في جي اصبحت بداخله اكو قيمة اللي هي 95. نجي هسه الدالة الثانية اللي اسمها المارك، راح نستدعيها بنفس الطريقة، الاوبجكت اي دوت مارك اللي هي الدالة الثانية، معناها راح نروح للدالة اللي اسمها المارك. جينا هسه للدالة اللي اسمها المارك، بالدالة اللي اسمها المارك ننسى شغلة كلش مهمة، الـ ABG وصلت لقيمة اللي هي 95، نجي هل الـ 95 أكبر من الصفر؟ ترو، وهل بنفس الوقت أصغر من 50؟ فولس، إذا بينفذ الحالة الأولى. يجي للحالة الثانية، هل الـ ABG اللي هي الـ 95 أكبر من الـ 50؟ ترو، وهل هي أصغر من 60؟ فولس، فإذا ترو فولس ما راح ينفذ. يجي للحالة الثالثة، هل هي الـ ABG الـ 95 أكبر من 60؟ ترو، وبنفس الوقت هل هي اصغر من 70؟ فولس، ترو فولس ما راح ينفذ. يجي للحاله اللي بعدها، هل الاي في جي ال 95 اكبر من 70؟ ترو، وهل هي بنفس الوقت اصغر من 80؟ فولس، ترو فولس ما راح ينفذ. يجي للحاله اللي بعدها، هل الاي في جي اللي هي ال 95 اكبر او يساوي ال 80؟ ترو، وهل هي بنفس الوقت اصغر من 90؟ فولس،
إذا ما راح ينفذ. يجي للحالة الأخيرة، هل الـ AVG اللي هي 95 أكبر من 90؟ ترو. وهل هي أصغر من 100؟ ترو. هنا أنا ترو بترو، إذا ترو راح ينفذ، فراح يطبع لي الأكسنت. هسه إذا نجي ننفذ البرنامج ونشوف النتائج اللي ظهر قدامنا، طلعت لي جملة الطباعة اللي خليتها، اللي تعتبر هي مجرد جملة إيضاحية. المطلوب من عندي إدخال قيمة معينة، خلينا ندخل مثلا قيمة 95، راح يطبع لي البرنامج أكسرت. خلينا ننفذ البرنامج أكثر من مرة عشان أشوف النتائج مالته. خلينا نقول أدخلنا قيمة مثلا 40، راح يطبع لي فيل راسب. خلينا ننفذها مثلا مرة ثالثة، خلينا ندخل رقم مثلا 120. ال 120 ما تعتبر ضمن الرنج اللي احنا سوينا لها شروط، فش راح يطبع لنا؟ نوت الاود. خلينا نيجي مرة أخيرة وننفذ البرنامج، وخلينا ندخل قيمة مثلا سالب 4، واللي أيضا ما تعتبر ضمن رنج الشروط، راح يطبع لي نوت الاود. لهنا أنا راح تنتهي محاضرتنا، وشكرا جزيلا، ونلتقي إن شاء الله في المحاضرة القادمة.